عايز اروح بقى لموضوع اخر. انا يمكن لما اتكلمنا في هذا الموضوع وعرضنا كل حاجه وكل تفاصيله، طبعا انا كان لازم نشوف بقى ايه وزاره الشباب والرياضه، دورها بقى وزاره الشباب والرياضه الفتره اللي جايه في هذه الواقعه. انا عارف كويس جدا ان كان دكتور اشرف صبحي في تواصل دائم، حتى والد محمد دلوقتي رحمه الله على محمد والده الحاج شوقي اتكلم وقال ان الدكتور اشرف كان على تواصل معاه وعرض ان هو يتم نقله لاكبر المستشفيات، ولكن كان في استحاله ان هو يتشال من على الاجهزه اللي كان موجود عليها. طيب ايه بقى اللي جاي؟ ايه اللي بيحصل في التحقيقات؟ هل التحقيقات في حاجه، في اهمال ظهر؟ انا معايا دلوقتي الاستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الفل محمد، بيه ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله والشكر لله كله تمام الحمد لله. هل في اخبار عن التحقيقات اللي طالب بيها الدكتور اشرف صبحي بخصوص واقعه وفاه محمد؟ شوف اللجنه الطبيه العليا اللي هي موجوده في الوزاره وبترأسها الدكتور حازم خميس ومجموعه من الاطباء والاساتذه المختصين، تمام، بناء تكليف من دكتور اشرف صبحي اشتغلت على فكره التحقق من وجود كل الاجراءات الطبيه وتطبيقها من عدمه. تمام. في شويه مخالفات او كده. الحقيقه اللجنه اشتغلت من، عايز اقول لحضرتك يعني، من اول يوم من ساعه الوفاه يعني، وبدانا نشتغل لان كان قبل كده اللجنه كلها معنيه بفكره الاجراءات الصحيه لمحمد شوقي نفسه قبل ما يتوفاه الله، الله يرحمه. لكن كنا مشغولين بفكره نقله لمستشفى ثانيه، توفير رعايه صحيه، محاوله يعني انعاشه او كذا، بس الحمد لله على كل شيء والله يرحمه وصبرنا جميعا وصبر اهله يعني. يا رب. لكن بعد كده اللي بدات اللجنه بقى بتكليف من الوزير بالتحقق في كل الاجراءات سواء قبل انطلاق المباراه وتوفر سياره الاسعاف. عايز اقول لحضرتك يعني موضوع سياره الاسعاف يا استاذ محمد حصل عليها تناقض في الاقوال ما بين رئيس النادي وبين مراقب المباراه. رئيس النادي قال دي كانت عربيه فاضيه فش اي حاجه، مراقب المباراه قال لي لا كان فيها جهاز صدمات وكان فيها جهاز تنفس. مش عارف، شوف يعني احنا عربيه الاسعاف بتبقى موجوده في كل المنافسات الرياضيه وفقا للكود الطبي اللي عملته الوزاره واللي متوزع فعلا على كل الانديه. هذا سياره الاسعاف وفقا للكود الطبي موقع بروتوكول بين اتحاد الكوره والهيئات الرياضيه والوزاره مع هيئه الاسعاف المصريه والتنسيق الكامل. الحقيقه عايز اقول لحضرتك ان وزير الصحه يعني كان بيتابع لحظيا مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي كل تفاصيل الحاله وتدخل بشكل مباشر معرفة يعني سيارة الإسعاف وتواجدها وهذا الأمر خاصة بعد موضوع الوفاة واهتمام كبير جدا. طب التحقيقات قالت إيه يا أستاذ محمد؟ يعني كانت العربية مجهزة ولا لأ؟ العربية كانت موجودة وفيها تجهيزات كلها كاملة الحقيقة ومتوفرة بشكل كامل، لأن حتى وزير الصحة نفسه لما كان متواصل مع الوزير مفيش سيارة إسعاف بتروح عربية فاضية يعني بالسرير وخلاص، لا فيها تجهيزات، لأن طبيعي جدا عربية الإسعاف اللي بتمشي حتى في الشارع وتشوف لو في اي حاله او كذا بشكل مفاجئ يعني بالنسبه لهم بتكون فيها التجهيزات، فلا سياره الاسعاف بيكون فيها التجهيزات الاساسيه للاسعافات الاوليه. وده ثبت لحضراتكم في التحقيقات؟ وده ثبت بالفعل. طيب في نقطه ثانيه يا استاذ محمد بعد اذنك، اصل انا عشان انا متابع الموضوع ده كويس قوي من اوله، بس فانا يهمني اسمع نتائج التحقيقات بخصوص كل واقعه حصلت. قيل ان ما اللي كشف على محمد لحظه سقوطه مش طبيب، هو مؤهل بدني. لا شوف هو بالظبط عشان اكلمك يعني يمكن التقرير ما لم يتم رفعه بشكل نهائي للوزير، لكن بكلمك في امور مبدئيه صدرت في التقرير. تمام. خاص باللجنه الطبيه. تمام. ولا سياره الاسعاف بالظبط استغرق الامر دقيقتين انها تكون متواجده عشان اسعاف محمد من ارض الملعب، وكانت متواجده فعلا على مسافه وفقا للاكواد بتاعت الوزاره. تمام. على بعد حوالي نص كيلو من الملعب نفسه اللي موجود على المباراه. تمام. الحقيقه فكره ان الاسعاف اللي تم في الملعب والطبيب الخاص بالفريق بقى والكلام ده كله، الاسعاف بالنسبه لنا كانت متواجده خلال دقيقتين، وده مده زمنيه احنا المفروض وفقا للكود من دقيقتين لثلاث دقائق تكون موجوده عربيه الاسعاف. تمام. لو شفت الفيديو هتلاقي ان حتى عربيه الاسعاف تواجدت تحديدا من دقيقه ونص لدقيقتين كانت متواجده. اوكي. تم عمل الاسعافات الاوليه البسيطه. الحقيقه عايز اقول لك ان كمان احنا اللجنه بتتحقق دلوقتي من امور تانية كمان اضافيه، اللي هي الملف الطبي للاعب نفسه، ان المفروض ان وفقا للوائح الخاصه بالوزاره المنافسات ان كل رياضي مش لاعب كره قدم، كل رياضي بيلعب رياضه تنافسيه ان يكون النادي اللي بيمتلك صاحب الاونر بقى بتاع اللاعب نفسه او الاتحاد في حاله المنتخبات يكون عنده ملف طبي بيتم مراجعته بشكل ربع سنوي مع جهات طبيه متخصصه. يعني يا استاذ محمد انديه الدرجه الثالثه والرابعه المفروض يبقى ليهم ملف طبي؟ ولو ما فيش ملف طبي ما تقامش المباراه خالص يا محمد. ما تقامش المباراه كمان؟ لو في لاعب ما فيش انا عملت عليه كشف الدوري بتاعه وفقا للملف الطبي بتاعه ما ينفعش تقام المباراه خالص، وبالتالي تعد مخالفه في حاله ان انا اقمت، في حاله ان انا ما عنديش الملف الطبي.
يعني هندخل في تفاصيل كتيره جدا متعلقه ان بعض ال ما هي تفاصيل بس حاجات مهمه والله يا استاذ محمد. قادر هقول لك يعني ان تقول لك مثلا ان التكاليف ان كذا، لا احنا البروتوكول مع وزاره الصحه، وزاره الصحه الحقيقه بتوفر امكانيات كبيره جدا، ومن ضمن الامور ان جميع مراكز تقريبا دلوقتي المراكز والقرى فيها مستشفيات وفيها وحدات صحيه. الملف الطبي هو عباره عن بعض الكشوفات حددها الاطباء المختصين في اللجنه الطبيه العليا للوزاره متعلقه بالكشف الدوري عن القلب، بالكشف عن الاصابات، بالكشف عن التنفس، بعض التخصصات الطبيه يتم التحري عليها بشكل ربع سنوي في اقرب المستشفيات المعتمده من وزاره الصحه. خلي بالك احنا من ضمن الاكواد ايضا ان المباراه لا يجب انها يتم اقامتها الا على بعد مسافه صغيره جدا من اقرب مستشفى ليها. الحقيقه كان ده موجود برضه لان مستشفى الزرق بس دي صعبه، دي صعبه يا استاذ محمد. لا كانت يعني بنسبه كبيره مستشفى الزرقاء اللي تم نقل ليها اللعب كانت يعني ما خدتش ده. هم قالوا حوالي 300 متر، هم قالوا 300 متر. يعني بس انا اقصد بالنسبه للباقي هتبقى صعبه شويه، انا يعني مش بتكلم على الواقع دي بقى كده بالذات، انا بتكلم على التحديد ان مكان الملعب للمستشفى حوالي 3 دقائق دي يبدأ تبقى يعني صعبه، مش تبقى متوفره في كل الملاعب. انا عايز اقول لحضرتك هي في اشتراطات. هذه الاشتراطات ما فيهاش يعني قابليه للتهاون يا استاذ محمد خالص، لان في النهايه انت بتزيل هذه الاكواد الطبيه ان في حاله عدم توفر سواء سياره الاسعاف، يعني لو حصل لحضرتك حاجه لو سياره الاسعاف متواجده بعد الاستاد بحوالي 2 3 كيلو ما ينفعش تقيم المباراه. الحكم ما يلعبش الماتش. اقصى ما يبداش الماتش اصلا. ما يتعداش 500 متر من مكان الملعب مش الاستاد. تمام. بالمناسبه الملعب نفسه. الملعب نفسه. الحضره نفسها. طيب. طيب. يكون على بعد لان بعض الاستادات ممكن يكون مثلا الدنيا زحمه حولها او كذا، فعلى ما تلف عربيه الاسعاف وتدخل تاخد وقت طويل، لا هذا ممنوع برضه. ده ممنوع. هذا الكلام ممنوع برضه وفقا للاكواد الخاصه بالوزاره. فاحنا اللجنه دلوقتي يعني بصدد انها تنتهي بشكل كامل من الامور كلها، والتحقق حتى الان الحقيقه ان سياره الاسعاف كانت موجوده مجهزه، تم النقل لاقرب مستشفى. طبعا الاجراءات الطبيه اللي تم اتخاذها مع سقوط اللاعب وانتقاله للمستشفى كانت تحت رعايه وعنايه كامله من الدكتور اشرف صبحي ووزير الصحه شخصيا، كان متواصل مع الدكتور اشرف صبحي لتطورات الحاله، واللجنه الطبيه العليا الحقيقه كانت بتتحرى جدا في اول يوم عن نقل اللاعب، وكانوا دايما بيستفسروا مع الفريق الطبي المعالج للاعب ان احتياجات الحاله نفسها للنقل لمستشفى ثانيه، هل ما فيش يعني مثلا في مستشفى اللي هو دي كانت صعبه شويه متطلبات ولا الحاله تسمح كمان والحاله الثانيه انها تسمح بالنقل ولا لا. تمام. لكن لقينا صراحه ان الحاله كانت مستحيل يتم نقلها عشان الاجهزه اللي هو موجود عليها، لان لو اتفصلت هذه الاجهزه لفتره بسيطه كانت ممكن تعمل مشكله، وبالتالي أكيد. لم يتم عمليه النقل، بالاضافه الى ان الامكانيات كانت متوفره الحقيقه في المستشفى اللي هو موجود فيها يعني. طيب استاذ محمد استاذن حضرتك، ممكن حضرتك بس يبقى في مراجعه مشدده، انت حضرتك بتقول لي دلوقتي في كشوفات ربع سنوية لازم تتعمل على لعيب على كل من يلعب في رياضة بيمارس رياضة، مش بنتكلم في الكرة بس، صح الكلام؟ جميع الاتحادات. اوكي، هل ممكن حضرتك يبقى في متابعة دورية من وزارة الشباب والرياضة على هذا الموضوع؟ لان انا بقول لحضرتك انا اعرف اندية مستحيل يكونوا بيعملوا كده، مستحيل. شوف انا خلينا اتفق معاك واقول لك برضو في نفس الوقت، انت النهاردة كنادي كاتحاد عندك بطوله دوليه او بطوله قاريه او ايا كان البطوله اللي انت مستضيفها، حتى لو بطوله محليه ومنافسات، احنا عندنا في بعض الامور دوري مراكز الشباب مثلا يا استاذ محمد بنعمله في 600 في 600 مركز شباب، بنشارك فيه 60,000 لاعب، بنقدر عشان ما فيش اتحاد خاضع لدوري مراكز الشباب، لكن بنقدر نعمل ان احنا نوفر كل المتطلبات رغم ضعف الامكانيات الخاصه بالمراكز مقارنه بالانديه. ايوه بنعمل على توفير هذا الامر. تمام. لو عندنا مباريات كثيره جدا في دوري مراكز الشباب تجاوزت ال 50 مباراه تم الغائها تماما نظرا لعدم توفر الامكانيات الطبيه او التجهيزات الطبيه الموجوده في اللوائح الخاصه بالوزاره. امر مهم جدا لازم يعني احنا بنعمل امرين. الامر الاول انك بتصدر الاكواد الطبيه وبتطبقها على كل الهيئات الرياضيه اللي موجوده. الامر الثاني فكره التوعيه. النادي الرياضي النهارده اللي بيلعب درجه رابعه او ثالثه او ثانيه او غيره، يعني النهارده لو ما توفرش الحكم طاقم التحكيم مش هتبدا مباراه، لو ما تمش ابلاغ الجهات الامنيه مش هتبدا، لو الملعب كذا، لو النجيله، لو اي شيء. اوكي. خلي بالك بقى ان كل هذه الامور اللي قلت لحضرتك عليها هي في النهايه عباره عن مخالفات فنيه او اداريه. الحاجه الوحيده ما هو برضه في نفس الوقت يا فندم هو هيقول لحضرتك انا هجيب منين؟ انا ما عنديش امكانيات اعمل ده، يعني انا كنادي في بلعب درجه ثالثه او درجه رابعه هجيب منين؟ انا ما اقدرش اتحمل كل الكشوفات دي، كل 3 4 شهور اعمل الكشوفات والتحاليل والكلام ده كله. ما هو برضه احنا ما نقدرش نحملهم ما لا يطيقوا برضه.
لا هو يعني خليني يعني اقول لك حاجه مهمه في اتفضل. الامر الاول احنا عندنا بالتنسيق مع وزاره الصحه الحقيقه وزير الصحه بيعمل تخفيض بنسبه في بعض الاحيان بتتعدى تجاوز ال 50% لتوافر التجهيزات الطبيه اللي هي مش مملوكه للنادي او لوزاره الشباب والرياضه زي سياره الاسعاف. الامر الثاني خلي بالك احنا برضو التجهيزات الطبيه او المتطلبات الطبيه اللجنه الطبيه لما حددتها حددنا معاهم احنا بقى كجهه اداريه يعني لان هم متخصصين بيحددوا الجهات الفن الحاجات الفنيه. احنا بندخل معاهم في فكره الامكانيات. بتبدا الامكانيات من حاجه بسيطه جدا، انت جهاز انعاش القلب او جهاز الاصطدامات الاوتوماتيد اللي هو الرسمي بقى يعني ثمنه لا يتجاوز 40,000 جنيه اللي هو من افضل الاجهزه من افضل الانواع. النهارده لما تيجي تحسبها لاي نادي بيلعب درجه ثالثه في الدوري المصري لو حسبت الانتقالات لو حسبت اللاعبين لو حسبت بعض الملابس او كذا هتلاقي ان المبلغ ده لو انا اشتريته في مره واحده بس جهاز الاصطدامات انعاش القلب مش حاجه انعاش القلب مش حاجه مكلفه جدا. ولو افترضنا حتى ان هذا الجهاز غير متوفر احنا عاملين بروتوكول بين وزاره الشباب والرياضه والمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات والوزير نفسه اللي مشرف على هذا الامر بيقول ان احنا حضرتك بندرب لحضرتك اثنين او ثلاثه ولو مش بالمنظمه نفسها في اقرب مستشفى او وحده صحيه في القريه او المركز بيدربوا لحضرتك اثنين مختصين بالشرط اطباء على فكره التدليك لانعاش القلب. وفقا لراي الاطباء هذا التدليك بيعود بنفس الفايده الخاصه بجهاز انعاش القلب اذا تم تنفيذه بطريقه طبيه سليمه. طب انا معاك يا استاذ محمد، انا ممكن اللعيب ده ما يلحقش يوصل اصلا، هي دي النقطه انه ما يلحقش يوصل لغايه ما يروح المركز او الوحده الصحيه او المستشفى. محتاجه يوصل، انت في بص وفقا انا بكلم حضرتك هنا في راي طبي يعني وفقا للدكتور حازم خميس فلو اتعملت موضوع التدليك الطبي للاعب وهو في الملعب يعني زي دكتور حازم خميس حتى كان بيشرح ده قال ان لو اتعملت ستاره كده من اللاعبين حوالين اللاعب ودخل واحد متخصص مش طبيب وعمل فكره التدليك لعضله القلب تمام طبي مظبوط في الملعب نفسه هو بيعمل نفس الاثر الخاص بجهاز انعاش القلب اللي هو الاوتوميتد او اللي هو اوكي المفروض يكون متوفر بعض الامكانيات البسيطه جدا. لكن خليني بقى اضيف لك حاجه مهمه اتفضل. في النهايه مع كل هذه الامكانيات كبيره او صغيره متوفره او لا كل ما هو متطلبات اقامه المنافسات الرياضيه في حاله عدم توفرها هي مخالفات اداريه او فنيه. الحاجه الوحيده اللي بتخضع اداره النادي او مراقب المباراه او المعنيين باستضافه المباراه للشبهه الجنائيه هي الامور الطبيه وعدم توفرها. وبالتالي انت ما عندكش كاداره بقى للنادي كمراقب مباراه ككذا رفاهيه ان انا ما تبقاش عندي متوفره الاشتراطات الطبيه وابدا المباراه. النهايه ما حدش اكيد يتمنى انه يخضع نفسه لشبهه جنائيه لا قدر الله لو حصل أكيد. لو حصل كارثه للاعب او اصابه مستديمه او كذا وما لحقناهاش نظرا لعدم توفر الاجراءات. اكيد النهايه التقارير الخاصه بالوزاره واللوائح بتقول لحضرتك كنادي كاتحاد في حاله عدم توفر الاشتراطات الطبيه لا تقام المنافسه اصلا ما تنطلقش المباراه خالص زيها زي واهم بكتير جدا من توفر طاقم التحكيم او الاشتراطات الامنيه او الجماهيريه او كذا. الاشتراطات الطبيه هي نمره واحد تمنع اقامه المباريات نفسها. تمام. استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه بشكر حضرتك شكرا جزيلا.